بالنسبة للوضع الأجانب هم احنا في تونس ما عندناش تصنيف لاجئ ومهاجر احنا عندنا وضعية الأجانب في تونس ما تكون وضعية قانونية ولا وضعية غير قانونية. بالنسبة للأجانب اللي وضعيتهم قانونية يكون عندهم عقود اللي يكون عندهم عقد عمل واللي يكونوا في مهمة واللي يكونوا طلبة فارقة اللي هم جنوب الصحراء في وضعيتهم يكونوا فيهم الوضعيتهم قانونية اللي هم طلبة اللي هم يخدموا اللي هم وضعيتهم قانونية مساواة تبقى لقانون الأجانب. هذا ما فيهمش إشكال. الإشكالية عندنا اللاجئين وعندنا المهاجرين. المهاجرين اللي دخلوا للبلاد التونسية بدون يعني مش عبر المعابر الحدودية وبالتالي أصبحوا مهاجرين، يعني جاءوا من بلدانهم ما همش لاجئين اللي بسبب حرب أو بسبب أزمة أو بسبب، ولكن جاءوا باحثين على شغل وهذه وضعيتهم غير قانونية. وعندنا اللاجئين بسبب أنه مصلت عليهم في بلدانهم عقوبات أو يكونوا معارضين سياسيين أو يكونوا عندهم أحكام صادرة ضدهم فيلجؤوا إلى بلاد أخرى بسبب يعني القمع اللي تعرضوا له في بلدانهم وبالتالي يأخذوا صفة اللاجئ. وبالتالي وضعيتهم غير قانوني، هو صحيح لاجئ ولكن يلزم تتسوى وضعيته على اساس لاجئ. المهاجر كيف كيف يلزم يكون مهاجر ما عندوش قانون ينظم انه انت مهاجر على التراب التونسي وبالتالي انك دخلت لتونس بطريقه غير شرعيه وبالتالي القانون التونسي يجرمك وندخلوا في الازمه هذه. دونك اذا لقينا الوضعيات نتاع الناس هذه الدوله التونسيه لازم تتعامل معاهم على اساس التزاماتها الدوليه انها تتعامل مع الناس الموجودين على ترابها سواء دخلوا بطريقه غير شرعيه او دخلوا او فاتت اوراقهم يجب تتعامل معهم طبق للمنظومة الحقوقية الكونية بالتالي أن يراعى معاملتهم على أساس إنساني أن يقع إيجاد حلول لهم أن يقع ترحيلهم حسب الإمكانيات متاعهم أن يساعدهم على الرجوع إلى بلدانهم وأن يقع احترام وحماية حقوقهم الأساسية في الكرامة واللي هي حقوق أساسية تتعلق بالإنسان بقطع النظر على وضعه مهاجر لاجئ أجنبي. هو مدام على ترابك الدولة ملزمة بحمايتهم من العنف المسلط عليهم من أي شخص من أي جهة وحمايتهم أيضا من كل ضروب التعذيب أو الإقصاء أو غيره من المعاملة المهينة والماسة بالكرامة. المعهد يركز في العمل نتاعه في الأساس بالإضافة لتكوين ودعم قدرات الفاعلين في مجال اللجوء كما الإعلاميين المحامين القضاة مؤسسات الدولة إلى آخره، ولكن المعهد أيضا يركز على تقديم المساعدة والاستشارة القانونية للاجئين، يحاول يقدم مجموعة من الخدمات خاصة نعرف واللي لاجئ في بعض الحالات ولا في أغلب الأحيان يكون ما يعرفش القوانين الوطنية متاع البلاد، ما يعرفش الإجراءات كيفاش يتقاضى كيفاش يقدم شكوى إلى آخره. فالمعهد وفر الوحدة هذه فيها مجموعة من المحامين من ذوي الاختصاص في مجال اللجوء من أجل أنه يقدموا لهم استشارات مساعدات قانونية تمثيل في المحاكم مرافقة في مراكز الأمن إلى آخره، يعني يقدم مجموعة من الخدمات في مجال المساعدة المباشرة للاجئين وطالب اللجوء. مهاجرين وحتى مع اللاجئين اللي ما عندهمش وثائق يعني تثبت هويتهم يلقاو صعوبات كبيرة عندما يتعرضوا للعنف أو يتعرضوا للكذا، بالتالي ما ينجموش يقدموا شكاوى وحتى في جرائم الاغتصاب اللي حصلت على النساء وما ينجموش يقدموا لأنه يقول لك أنا نمشي نتقدم للشرطة ما عنديش وثائق، لكن هذا يراه ما يمنعش الشرطة أنها تحل البحث. حتى هو وثائقه غير قانونيه وما عندوش وثائق اذا تعرض للعنف او تعرض للتعذيب او تعرضت امراه للاغتصاب او وقع طردها او وقع لاهانتها او المس من كرامتها او تعذيبها فيلزمها تتقدم للشرطه ويلزم الشرطه تعمل الابحاث ويلزم تعاقب كل شخص اعتدى وكل شخص هدد وكل شخص قام بعمليه بجريمة يجرمها القانون التونسي. الهيئة تقريبا منذ تأسيسها قامت بمساعدة وحماية وتوفير كل الاحتياجات اللازمة بما فيها السنتين في كوفيد 19 تقريبا أكثر من 3000 شخص سواء من تونسيين أو حتى من مهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء وجنسيات أخرى أيضا الذين تعرضوا إلى الاتجار بالأشخاص وكانوا ضحايا، ولكن الهيئة تعمل ميدانيا من خلال الإشعارات تقبل الإشعارات على الرقم الأخضر 80 10 47 48 أو أيضا عبر صفحتها على الفيسبوك أو من خلال الإشعارات التي تأتينا من كل الشركاء والفاعلين من خلال قنوات التواصل الموضوعة على ذمة الهيئة والجسور التواصل ما بين هؤلاء الفاعلين. الهيئة وضعت كذلك في أواخر سنة 2021 الآلية الوطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص. هذه الآلية تحمل كل طرف في الدولة المسؤولية من مؤسسة الدولة تحمل كذلك الهيئة المسؤولية وتحمل المجتمع المدني مسؤولية اتباع هذه الآلية الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي تعتبر نجاح على المستوى الوطني والمستوى الدولي. من بين أسباب الاعتداءات اللي حصلت أول شيء ما يسمى بالكراهية ضد الأجانب. الكراهية ضد الأجانب تنامت ونمتها صفحات التواصل الاجتماعي ونمتها كذلك وغذتها الأخبار المضللة. الناس يزم يفهموا حاجة أنه راهو التراب التونسي
حمايته من الأجانب ولا المهاجرين واللاجئين هي مسؤولية الدولة مش مسؤولية الأفراد. فبالتالي الناس اللي قامت بالأعمال الإجرامية تجاه المهاجرين واللاجئين والأجانب من اعتداءات يجب أن تحال إلى المحاكم وتحاسب. أكيد أنه فما ناس وقت تعرضت للعنف مش تشكيت، أكيد فما حالات أنه ناس تشكيت وقت تلقى حق، هذا يسير لأنه المحكمة تحكم لفائدة الناس اللي هما في وضعية غير قانونية، لكن تحكمهم إذا تعرضوا للتعذيب لأن ذيك جريمة جريمة حق عام يقع تتبعها بقطع النظر على وضعية المهاجر أو وضعية اللاجئ هل أنه وضعيته قانونية أو مش قانونية.